عليكم. بداية أود أن أشكر شركة أورتك على هذا الحفل الكريم وعلى هذه الدعوة الكريمة، وأتمنى أن يكون التعاون المصري الباكستاني في مجال الإنتاج الحيواني مثمر ومفيد، وأتمنى لشركة أورتك مزيد من النجاح والازدهار، كما أتمنى لجميع الشركات الباكستانية العاملة في مجال إنتاج الألبان مزيد من التقدم والازدهار في هذا المجال. ونحن سعداء بالتواجد بينكم اليوم في هذا الحفل الكريم، وشكراً.